يكفي أنك تسمع سرطان، راه كتعرف مأساة معاناة شحال من حاجة. أنا اكتشفت المرض ديالي في 2013 ولا 2014 قريبا، ولكن كانت ظروف قاسية ما قمتيش نتعالج. ديك الساعة فاش اكتشفت المرض أنا كان يالله في البداية ديالو، كان يالله عندي في البزولة يالله، وليسيسة صغيرة. مشى الطبيب قال لي راه ساهل باش غادي تعالجي، ولكن ما كانش عندي ما تعالجتش. بقيت كنحاول ننسى المرض، نحيدو كاع من البال ديالي. 2021 المرض انتشر وزاد العظم، يعني ولا آلام، آلام كتير، ما كنعس لا بالليل لا بالنهار، لدرجة أنني ما بقيتش كنوقف، وليت دي ناعسة، وحتى لا بغاو يهزوني كيهزوني. دوزت عاود من جديد، لقيت المرض انتشر وصل العظم. بديت ديك الساعة كنداو، مشيت السبيطار، مرة كيقولوا لك الدواء تقطع. دوزت واحد الفترة، دوزت ثاني، دوزت الدواء، دوزت واحد الفترة تقريبا شي 3 شهور ولا 4 شهور، قالوا لي الدواء ثاني تقطع، واحد الدواء كيديروا لي ديال العظم تقطع. مبقيتش درتو، ما عنديش باش نشريه، ما درتوش. بقى دوزت فيه واحد 3 شهور ولا 4 شهور اخرى، عاد داك الدواء جا، كان الالم بدا تنقص، عاود رجع الالم من جديد، كلشي داكشي رجعنا لنقطة الصفر. اش قالت الطبيبة؟ دخلوني تاني الشيميو، وليت تاني كندير شيميو، معاناة. موراها عاود تاني دوزت دواء اخر، ثاني عطاو ليا ما جاش معايا، لقيت المرض انتشر وصل الكبدة. قالوا لي هذاك الشيء كله، هذاك البروتوكول اللي دوزنا كامل ما قدا معاك والو. ساكنة في اسفي، كنمشي لمراكش، ماش كنمشي لمراكش، كنمشي مع 4:30 نخرج من الدار، خاصك تفيق مع 4:30، يعني كتبات الليل كامل ناعس، كتفكر، خلعة، خوف، أعصاب، قلت شي شحال من حاجة. كيقدر يكون البرد، كيقدر تكون الشمس، تصور انت داير الحصة وخارج الحرارة كتحرق. أنا واحد النهار درت الحصة خارجة، رغم أن الطوموبيل الترونسبور ديال الجمعية كاين عند الباب، هي ديك الخرجة اللي غادي نخرجت هنا كله هاد الشي تحرق ليا. يمشمش من 4:30 نطفيق، ما تشبعنش نعس، الخوف، الخلعه ديال هذاك السكانر، اشنو غادي تكون النتيجه ديالو، ما عارفهاش كي غادي تخرج لي، كيفاش الناس تما غاديين اشنو غيتعاملوا معاك. يعني هذيك المعاناه اللي دوزت كامله ما دارت والو. صافي لقيت الجمعيه والله يجازيهم بخير، تعاونوا معايا، جيت هنا الاكتيدال، وليت بديت بروتوكول آخر جديد اللي هو دواء غالي كيدير 3 مليون. الحمد لله توفر لي، لقيت الأطباء اللهم لك الحمد، الله يجزيهم بخير، لهم الشكر. لقيت الناس الحمد لله، وها أنا بدي العلاج ديالي وغدا فيه، وإن شاء الله كنترجى الله يكون الخير إن شاء الله، ونتشافى ونتعافت أنا. ولكن الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، هنا ولا عندنا تحنا هنا في اسفي سبيطار اللي هو اكتدا، ولينا بعد على الاقل كتفيق حتى لديك تسعود كتجي، فيق مع 10 كتجي، كلي جيتي كاين الوقت، كتدخل كدير الدواء ديالك وكتمشي في حالك، كاين فضاء حدا دارك، حدا وليداتك، حدا عائلتك، حتى لا اي حاجه حتى جيتيها كيقدموها لك كاينه تما في مراكش، كتقدر تمشي، ما كتلقاش حتى اللي يمشي معاك. الحمد لله ماشي غير مره، الف مره الحمد لله على هاد الكلينيك اللي ولا عندنا هنا، ولا بعدا نقص علينا معاناه كثيره، ما يمكنش غير بالفم غتعبر عليها، انسان اللي مدوزها هو اللي غيقدر يحس بهذيك المعاناه.